هلا انا اول شيء بدي اعرف الان هل السيستم بمر في النقطه المطلوبه على الزد بلين. لو رسمت بقدر ارسم الروت لوكس لهذا السيستم. هي كيف برسم الروت لوكس لهذا السيستم في الماتلاب؟ شو الانستركشنز اللي بحطهم؟ بدي احط النيومريتر بيساوي بدي احط هون القيم اللي موجوده هون، بضرب هلا هون بضرب يا اسحاق، بضرب هذا في زد، لازم اضرب حتى اعرف هذا الليد، فبضرب هذا هون فبكون عندي 0.048 و0.048 و0.93، فهذا السيستم النيومريتر اذا بدي اعمله بتكون 0.048 فراغ 0.048 مضروب في 0.98. وبعدين بدخل على الماتلاب الدينومينيتر بولز، الدينومينيتر بدي ادخل البولز او بدخل هذول مباشره، فبقول 1 ماينس 1.9048 بعدين فراغ 0.9048. هذا السيستم جاهز عندي، ما حولته من الانالوج مش الكونتينيوس، حولته ديجيتال مباشره. شو بعمل اذا الان سيس دي شو بيساوي؟ نيومريتر فانكشن، نيومريتر دينومينيتر شو احط؟ سامبل واحد اللي هي سامبل كان معروف عندي هون، رح يطلع معي الترانسفير فانكشن اللي هي هاي رح تطلع معي مع الترايم اللي هون، بعدين ايش بعمل؟ روت لوكس ار لوكس سيس دي زد ريت، وبعدين انا بحط اكسس ايكول عشان شكله يكون هذا الاوبن لوب هذا الروت لوكس انا ايش بحط في الاوبن لوب؟ نسيته بحط الاوبن لوب بعدين هو ضمنيا شو بيرسم لي؟ بيرسم لي لما انا بغير كي، يعني لو انا فيش عندي كومبنسيتر وغيرت كي من هون، هلا ممكن حظي يطلع انه يمر في النقطة المطلوبة أو يكون أحسن منها، بده يكون النقطة المطلوبة ليمين الهاي حتى بس أشرحها تفهموها، لأنه إحنا هون أكبر من أو يساوي، هلا شو يعني هاي أقل من أو يساوي 17؟ يعني الريكوايرمنت إيش؟ إنه لو كان 15 ممتاز، لو كان 12 ممتاز، بحقق الشرطين والسيتلينج تايم كان اقل من 10 سكند، بس ممكن انت تلاقي من ناحيه واقعيه انه ما بقدر احط الشرطين مع بعض، يعني لو جينا رسمنا الان الروت لوكس خلينا نرسم تقريبيا ايش رح يطلع معنا. احنا قلنا تقريبا هون 1 1 1 1 هي اللي بتسوي. هلا انا عندي هدول انا عارف انه هدول البولز هم 1 و 0.9 0.9048، وعارف انه في عندي 0 وال0 تقريبا بيطلع على 0.9 هي الزيرو. لما نرسم هذا الروت لوكس الريزلت رح تكون شيء زي هيك. معناها السيستم بصير انستيبل عند النقطة هاي، ولازم هلا هدول هاي النقطة المطلوبة، رح الاقي انه النقطة المطلوبة من هون رح تكون إلى شمال. هاي البول المطلوب. ايش معنى هذا الكلام؟ شو بيعني لي من ناحية واقعية عملية؟ هي رسمت أنا الروت لوكس. النقطتين هدول هلا رح أفرجيكم كيف نلاقيهم من هون، بس لو فرضنا هدول النقطتين هيهم طلعوا هون، ايش يعني؟ لا مش هذا اللي بستخدمه، انه شو ما غيرت كي لو انا جيت حطيت سيستم بدون كومبنسيتر هون وما كان في كومبنسيتر حطيت هون الديجيتال كنترولر ايش كان؟ بس لو كان السيستم هذا الكومبنسيتر الكنترولر فيه كي وين راح يتحرك الروتس؟ راح تتحرك على هذا الخط. هل بتمر بهذول النقطتين؟ لا. اذا شو يعني؟ ما حقق شيء، انه مستحيل بروبورشنال كنترولر يحل المشكله هاي. ممكن يحقق واحد ممكن يحقق الثاني وحتى يمكن ما يحققش اوميجا انه هو ستيبل كمان، يعني في عندي هون مشكله كبيره بالهذا، ما بزبط. ما ممكن كي كنترولر يمر في النقطتين هذول. لو السيستم بده يحقق الشرط هذا والشرط هذا بنفس الوقت لازم الروت لوكس يمر في النقطة هاي، لازم بطريقة معينة شو أعمل في الروت لوكس؟ أطعجه من هون بطريقة معينة أضيف بول وزيرو بحيث إنه ينطعج من هون وين يصير يمر في النقطتين هذول. إحنا بدنا نفهم المشكلة قبل ما نفهم الحل، إحنا مش عارفين كيف نحل، مظبوط؟ بس إحنا فاهمين شو المشكلة، شو المشكلة؟ المشكلة إنه حتى يتحقق عندي زيتا وأوميجا إن بنفس هي زيتا إحنا محددها هنا وهي أوميجا إن محددهم. أنا بدي زيتا وأوميجا إن، مش بعرف أحول زيتا وأوميجا إن على الدايجرام، طلعت المكان اللي لازم يمروا فيه، وجدت انه هذا ما عم يمر فيه، معناها ما فيش اي قيمة لكي، مستحيل اغير قيمة كي من هون، بحيث انه هذا الخط يمر هون، الخط رح يتحرك الاوبن لوب بولز لما بدوا من هون اوبن لوب بولز وصاروا كلوز لوب بولز وين بدوا يتحركوا؟ اقتربوا هون من بعض وتحركوا هيك، رح يتحركوا الان هيك وبعدين فما بمروش في النقطتين هذول. بهاي الحالة بعرف انه بروبورشنال كنترولر ما بتحل المسألة. صار بدي كومبنسيتر شو بضيف؟ زيرو رح يضيف لي بول زيرو، هلا رح تشوف رح نضيف زيرو هون ورح اضيف بول.
شكل البور والزيرو هدول شو شكل؟ هذا الزيرو هون بالحالة هاي ايش؟ قيمته. بوزيتيف هو 2 ري، هم 2 ري، بس هذا ايش؟ بوزيتيف ولا بوزيتيف؟ وهذا؟ راح يكون عندي الكومبنسيتر لو سميتها اف سي، انا حطيت هون سب سي، يعني هاي ترانسفير فانكشن للكومبنسيتر بتساوي زد راح تكون ماينس ان على زد بلس بي، بي تطلع معي هون نيجاتيف، يعني هاي المسافه هون هي هذه هون هذه بي اللي هي صارت ماينس، وهذه هون المسافه هي ان اللي هي الزيرو. طبعا هذا مش لحاله، مع ايش بده يكون؟ مع كي. يعني شوف كاني انا غيرت كاني الترانسفير فانكشن تبعت السيستم الاصلي، راح يتغير الترانسفير. شو السيستم الاصلي كانه صار البلان صارت هاي مع الكومبنسيتر، لاني انا ضفت كم بول صار عندي هلا هون؟ ثلاثة. عندي واحد اثنين، انا امحي هذول هلا، هذول مش هي عندي واحد اثنين ثلاثة مش هيك؟ وكم زيرو صار عندي بالسيستم الجديد؟ مين اللي اعطاني الزيرو الجديد والبول الجديد؟ الكومبنسيتر. فصار عندي الان كانه البلانت تغيرت، هلا كي لسه هلا بيجي دورها، شوف كيف بيجي دور كي. البلانت الجديده كانها صارت الان جي، اذا بدنا نحطها هون كومبنسيتد، يعني بس هاي لسه اوبن لوب طبعا، راح تصير بوينت، راح تصير ان ماينس او زد ماينس ان، زد ماينس ان لسه ما بعرف قيمتها، زد خلينا نحطها ماينس بي وراح تطلع بي مع النيجاتيف فاليو. وهون عندي 0.048 زد بلس 0.983 على z squared minus 1.9048 z plus 0.9048. هاي كأنها صارت ال g مع الكومبنسيتر. فكأني أخذت الكومبنسيتر، هو طبعا هو جاي من سيريز، فكأني فصلت هلا هذا راح أفصله قسمين، الكنترولر هو كله ديجيتال كنترولر، بس في داخله مكون من جزئين، ايش في الجزء الأول راح يكون؟ كي. الجزء الثاني شو راح يكون؟ الكومبنسيتر اللي هو Z ماينس N على Z ماينس P. مشكلتي هلا الاقي N و P، بس احنا نفهم شو اللي بنعمله. هلا رح نشوف كيف الاقي N و P. بس هلا شو صار عندي هلا؟ صارت عندي هاي كانه فيها تو زيروز، هي هم التو زيروز، واحد اثنين. كم بول فيها هاي؟ في بول اجاني من الكومبنسيتر هيو، في بولز الاثنين الاصليات وين كانوا؟ في البلانت مضبوط؟ هي صار عندي 3 بولز، واحد اثنين ثلاثة. هذول الاثنين اجوا من البلانت وهذا اجى من الكومبنسيتر. هذا الزيرو اجى من البلانت وهذا اجى من الكومبنسيتر. هلا بهاي الطريقه اذا اخترت ان وبي بشكل صحيح شو راح يصير عندي بالروت لوكس؟ راح يمر الان، راح يتغير الشكل هذا الاصلي تبعه، لانه الزيرو كانه سحبه لهناك. فراح يصير عندي الان يكتبوا الاثنين من بعض، هلا هذا بيرد بروح على الزيرو هون، وهذا بيقول احنا ماينس انفينيتي، ضل عندي بول وزيرو هون شو راح يصير؟ فكم مسار صار عندي هون؟ لازم يصير عندي ثلاث مسارات، لانه كم اوبن لوب بول صار عندي هلا بعد ما ضفت الكومبنسيتر، لاحظوا الكومبنسيتر كانه صار جزء من البلانت. كومبنسيتر صار جزء من البلانت، وضل الكي عندي نفس فكره الكي الاصليه. هلا كيف بتحرك على هذا؟ ايش اللي بحركني الان على هذا الخط كي؟ وهون صار عندي ثلاث مسارات، هي المسارين الاصليات حركتهم، دفشتهم لهناك المسارين الاصليات، هي هيك 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 وهيك. ليش اندفشت؟ بسبب وجود الكومبنسيتر. هذا السيستم فيه ثلاث بولز و 3 زيروز، السيستم الاصلي شو كان فيه؟ 2 بولز و 1 زيرو. وجود الكومبنسيتر غير شكل الروت لوكس، كقاعدة عامة الزيرو بحسن الاستابيليتي للسيستم. تحرك هدول، والثالث وين صار؟ هذول التنين اتحركوا، الثالث وين صار؟ رجع للبول. مش بده ينتهي على زيرو؟ انا عندي ثلاث زيروز وثلاث بولز وتو زيروز، اذا كم واحد بده يروح على انفينيتي؟ واحد. يفتش واحد، والتنين الثالث وين؟ على الزيرو. على الزيرو على الزيرو، مش هيك؟ ففي عندي زيرو هون بالماينس انفينيتي راح يروح يفتش عليه. هلا اذا فحصت وشغلي مضبوط ايش راح الاقي الان؟ هلا في كي معينه شو بتخليني اعمل؟ بتخليني امر في البول، وهذول البولز هم ايش سميناهم احنا؟ الديزايرد. ديزايرد يعني اللي بدي اياه، هذول هم البولز، هذول موقع اللي شو بحققوا لي هذول البولز، اي شرط بحققوا لي؟ الشرطين. اي شرطين هذول مع بعض بتحققوا، فراح يمر في اوميجا ان الصحيحه وراح يمر في زيتا الصحيحه، ماشي؟ هاي الفلسفه العامه تبعت هذا الديزاين. هلا بعدين المشكله اهون بكثير اني الاقي ان بي، اذا انا مش فاهم شو اللي بعمله ما في شو فائده اني احسب ان بي، مضبوط؟ انا بفضل انك تكون فاهم هذا من انك تعرف تحل ان بي. شو الفائدة احسب انه بي؟ بيجي طالب بحسب انه بي وبحسب ومش عارف شو هذا، هو مش فاهم شو اللي بيعمله. الأحسن انه يفهم شو اللي بيعمله ما يعرفش يحسب انه بي. تفضل.
الدكتور هنا ثلاث زد ان ماينس زد ماينس انا على زد هاي هاي انا خليني بلاش احط الماينس لاني كاني بعرف الجواب احنا بنحدد يعني كيف بعرف زد ماينس ان وزد ماينس بي نعم يعني كيف بعرف بدي اعكسها من الاشاره الغلط كيف بعرف ليش اعكسها يعني الموضوع الاشاره رح تكون غلط قصدك كيف بعرف انه هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف هذا راح يطلع معنا بالحل مش راح يضبط معنا الحل غير يكون واحد منهم يعني لانه في زاويه هلا بدي اضبطها شو اللي بدي استعمله لان خطه اطلعها الانجل كونديشن لما تشتغل على الانجل كونديشن راح تلاقي شو قيمه انه وفي شويه ترايل اند ايرور بس انا برجع ايش بقول الاهم تفهم شو اللي بتعمل في طرق كثيره تعمل انه يعني يمكن هلا يصير كمبيوتر يحسب لك انه بس انت مش اذا مش فاهم شو استخدمنا شو اللي عملناه هون ضفنا بول وزيرو ضفنا كومبنسيتر وخلينا كيف احنا كيت طول اللي بلعب فيها عشان ايش اعمل اتحرك على الروت لوكس الكيل هي اللي بتحركني على الروت لوكس كان هي التول كانه في عندي هون زي بوتنشيوميتر وبغيره كل ما غيرته بلاقي حالي تحركت على الروت لوكس بس قبل ما اتحرك على الروت لوكس شو بدي اكون مجهز الاوبن لوب بولز وزيرو فانا هون ضفت اوبن لوب بول واوبن لوب زيرو هم اللي خلوا شكل هذا يمر الان في النقطتين المطلوبه